السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ര് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്തം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഇസ്മാണ്. ഈ ഇസ്മ് നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അകലാൻ ഈ ദിക്ർ വലിയ കാരണമാകുന്നു. സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കി തരുന്ന ഈ ദിക്ർ നാം എപ്പോഴും പതിവാക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ദിക്ർ 100 പ്രാവശ്യം കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. യാ ഹസീബ് യാ അല്ലാഹ് യാ ഹസീബ് യാ അല്ലാഹ് യാ ഹസീബ് യാ അല്ലാഹ് يا حسيب يا الله 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 يا حسيب يا الله
يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم يا أرحم الراحمين 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نمد مجلس سيغري كمارا غطة دعاك إجابت الله مجلس آي نمل لنم قبول چهيرت إي محطة آي مجلس ورمج كوريا ذكرغل چلية صلاتغل چلية إلا وركم الله سبحانه وتعالى أرحم آي پردفلم نلغطة ورور ترد منسلو للا ودشاوم آغرهوم پتن پتياكي كودكت لا وشمنغلوم پرياسنغلوم بدهمتغلوم الله سبحانه وتعالى ماتي كودكت دعاية كدكويان لاورم أتمار تماي آمين بريوغا آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافي البلاء والوباء والكهت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستوقين شمس العارفين سراج السارقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين الرحمن الرحيم ماي الله ورقاد بير دعا كنت وسيئة جيدة تند ربه അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുവ അനുസ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ കബറിനി വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ കബറിനി സ്വർഗത്താപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഹൃതം ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ദിനീബോധമുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാദീം أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.